احتفل بأبطالنا من ذوي القدرات الخاصة، وكل سنة العداد في الزياد من أبطال نادي وادي دجلة الرياضي من ذوي القدرات الخاصة. الإيفنت النهاردة إحنا حفل تكريم فرق ذوي الاحتياجات الخاصة في أندية وادي دجلة للأنشطة الرياضية عموما، ما بين كرة سلة، ما بين سباحة، ما بين تنس طاولة، ما بين ألعاب قوة، ودي الأنشطة اللي بيمارسوها الولاد في النادي هنا. عندنا مراكز كتير أوي، آخر حاجة معانا كانت كرة السلة، البنات داون حصلوا على المركز الثاني بطولة الجمهورية في بورسعيد، والولاد داون برضو حصلوا على المركز الثالث بطولة الجمهورية برضو في بورسعيد. في السباحة طبعا عندي مراكز كتير أوي، أنا عندي كان 34 سباح، فعندي مراكز توتال ميداليات كان 8 ذهب 18 فضة 15 برونز. والدة اللاعب أحمد عمرو هو توحد، عنده 26 سنة، بدأ يلعب من أول ما كان عنده 10 سنين، وبدأت معاه الرياضة بالسباحة الأول، بدأ ياخد بطولات، وبعد كده اتجهنا لتنس الطاولة برضو لقيته بيحبها وبيلعبها، بيلعب برضو بولينج، بس هو البطولات اللي بيدخلها السباحة وتنس الطاولة. حاجة مشرفة جدا جدا، ويمكن كنت بقول ان انا الاقي النهارده ان اول مره من يوم ما اشتغلت في المجال ده الاقي ان مش بس الولاد اللي هيتكرموا، انه كمان الاهالي هتتكرم. فدي حاجه تحسب الحقيقه لاداره وادي دجله، يعني انا بحييهم جدا على انه دايما انا بقول ان الابطال الحقيقيين ورا اولادنا هم الاهالي. ثقافة إن ذوي الاحتياجات الخاصة لسه مش منتشرة في المجتمع بتاعنا. لو حضرتك بصيت للدمج اللي بيعملوه في المدارس، خدت بالك بيعاملوا ذوي الاحتياجات الخاصة كأنه طفل عادي جدا. هو ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى عنده قدرات منعاه من إنه يستوعب معلومة، إنه يبقى فكره سريع زي الطفل العادي. الحاجات دي أهلا وسهلا، وديتها أمل دكتور محمد عبد الفتاح، كندر طارق، ميز وزمالي لأعضاء أبطال سقف جبتة مي أبطال. سباحة، تنس طاولة، بولينج، وكرة سلة، سباحة، وتنس طاولة. بدل في السباحة، بدل في الباسكت، بدل كل حاجة. أنا خدت في السباحة في القوال، باك، بيست، دولفين. أحلى بشبيحة.